السلام عليكم. في هذا الدرس سنحكي عن الباي تشارت الاكشن، كيف بدنا نعمل اكشن على الباي تشارت. مثلا عندنا جافا واحد، لما اضغط عليها كليك مثلا دبل كليك او مثلا كليك واحده يجي يطلع لي الفاليو تبعتها بمسج، تمام؟ او اضغط على جافا 11 او جافا 9 او جافا 7، تمام؟ يطلع لي المسج، يطلع لي الفاليو تبعتها، تمام؟ طبعا هذا حنعرفه في الدرس هذا. طيب كيف انا ممكن اعمل اكشن لكل داتا؟ طبعا انا عندي كم داتا، كان عندي مجموعه من البيانات، فانا بقدرش اعمل لكل واحده داتا، حيكون عندي الكود كبير. فانا ايش بعمل فور ايتش. الفور هذه طبعا هي فور ايتش، يعني ممكن تعملها عن طريق الفور العاديه، بس لكن فور ايتش حتكون اسهل لك، تمام؟ طيب يعني انا ايش اعمل؟ حمش عليهم في ايش، في فور، وكل داتا انا بمسكها بعملها ايش، بعملها اكشن. طيب نيجي نعمل هنا كل فور، ايش نوع البيانات حتكون بتاعت البي سي؟ حتكون نوعها ايش؟ الباي تشارت، باي تشارت دوت داتا، لانه هي نوعها هذا، يعني بالباي تشارت ايش نوع البيانات؟ باي تشارت دوت داتا. كذلك انا ايش حاجه اقول له؟ حقول له هنا باي تشارت دوت داتا، باي تشارت دوت داتا. طيب حسميها داتا، هنا احط له بي سي دوت جيت داتا، هنا هي البي سي دوت جيت داتا، تمام. هنا ايش حاجه اقول له؟ حاجه اقول له الداتا، امسك لي الداتا هاي واعمل لي دوت، هات لي منها الجيت نود، هات لي النود تبعتها. وبجي بقول له دوت اد ايفنت هاندلر، هنا ايش حتقول له؟ ايفنت تايب، هنا نوع الاكشن اللي بتعمله. طبعا ايش نوع؟ ماوس ايفنت. بجي بقول له ماوس ايفنت دوت لي ايش؟ ماوس كليكت، هعمل ايش؟ ماوس كليكت. هنا حاجه اقول له نيو، حتقول له هنا ايش؟ لحاله حجيب لك اياها ايفنت هاندلر، حيكون ايش؟ ماوس ايفنت، وحاجه اقول له بالشكل هذا. اوكي تمام. اوكي تمام. هنا ايش؟ هي عمل لي داله الهاند بتعمل ايش؟ انه الاكشن. حاجه اقول له جي اوبشن بين دوت شو مسج ديالوج، حاجه اقول له هنا نال، وهنا حاجه اقول له هنا نيم بالشكل هذا بلس اللي هي الداتا، هات لي منها جيت نيم، هات لي النيم تبعتها. طيب جميل جدا. حاجه اقول له بلس سلاش تي مثلا، حاجه اقول له فاليو، الفاليو هقول له بلس اللي هي الداتا دوت جيت اللي هو الباي فاليو، باي فاليو. اوكي تمام. اكيد لو انا عملت تشغيل ران، بس نسكر هاي وجيت اعمل هنا ران، تمام؟ طبعا هو هاي الاكشن تبعها، تمام؟ بس طيب لو جيت اعمل هنا ران وجيت ادرس على جافا 4، طلع لي جافا 4 تمام فاليو 35. طب هنا بس في عندي هنا سلاش تي، ما عمل لي سلاش تي، او ليش؟ طيب مش مشكلة، بحط سلاش ان، ما علينا. طيب مثلا باجي بضغط على جافا 2، بضغط على جافا 2 طلع لي جافا 2 20. طيب لو قلت له جافا 9 قال لي قديش؟ 6، تمام. طيب لو قلت له مثلا جافا 10 هيقول لي 7، طيب جافا 5 هيقول لي 2، طيب جافا اللي هو 3 تمام، 10 1 تمام، بهذا الشكل. طبعا انت ممكن تحولها لانتجر، يعني مثلا هنا هتطلع لك دبل، فانت بتحولها لانتجر بالشكل هذا، تعمل له كاستنج تمام، بتحول عادي لانتجر تمام. طيب نيجي بس هنا نكتب جافا 12 قال لي 8، جافا 1 35، جافا 4 هي 35 تمام. طيب لو انا بدي اخلي اللي هنا تيجي الفاليو جنب الاسم تبعها، ايش حاجه اسوي؟ حاجه اقول له هنا داتا دوت جيت او هنا نيم بروبرتي، يعني خصائص تاع اسم، الخصائص تاعت الداتا الاسم تبعها، بقول له دوت سيت، عمل لي تعديل لها دوت سيت. بس حاجة اقول له ايش الست؟ هقول له هنا اللي هي النيم تبعها، بجي بقول له الداتا دوت جيت نيم، هات لي الاسم تبعها. بجي بقول له زائد، بعمل له هنا مثلا مسافة او مسافتين. بجي بقول له بلس الداتا دوت جيت باي فاليو بلس، بجي بقول له حط لي ايش؟ علامة في المية، تمام؟ بالشكل هذا. لو جيت اعمل هنا ران تمام، هلاحظ انه شايف ايش جاب لي؟ جاب لي هنا جافا 8 4%، جافا 9 6%، جافا 10 7%، جافا 11 9%، جافا 4 35%، جافا 1 30% والى اخره، تمام؟ يعني هي هذه انا كيف انا ممكن اظهرهم بالشكل هذا بدل ما اعمل ايش؟ كليك، تمام؟ طيب
ممكن كمان انت لما تعمل كليك هنا، مثلا تعمل كليك هنا خليه يغير لك بس الاحداثيات، انه يجيب لك اعمل لك ليبل هنا، ليبل ويظهر لك اياه هنا، تمام. طب هذا انت ممكن تعمله حسب انت شايفه مناسب، تمام. طيب طبعا ان شاء الله يكون الدرس بسيط. طبعا هذا هي بالنسبه لي كيف ممكن انا اعمل اكشن واظهر الفاليو تبعت الداتا او الخاصه بالباي تشارت. نشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم.